بالنسبة للقصص، القصص كثيرة جدا، لكن خليني أعطي قصة على يعني أم قامت يعني لجأت لها بنتها بعد ما اكتشفت علاقة محرمة مع الزوج، وقالت لها أنا اكتشفت والله يما أن زوجي يقيم علاقة مع وحدة، وهذه محادثاتهم وهذه صورهم وهذه كذا ما أدري شلون. قالت لها ولا تقعدين عنده، ضفي أغراضك وتعالي عندي البيت واطلبي الطلاق. قامت المرأة بهذا الفعل لما راحت عند أهلها. مر شهر شهرين كذا، تقابلت هي والزوج وجلسوا وتفاهموا وكذا، المهم رجعوا إلى حياتهم الزوجية بشكل طبيعي جدا. ففي لحظة صفا قالها يعني كيف هنت عليكي أنا أنه أنت العشرة يعني تطلبين مني الطلاق، وكيف هنت عليك أنك تتركي للبيت وتطلعين وكيف كذا. قالت والله أني أنا ما كان لي يد، يعني أمي هي اللي قالت لي 1 2 3 4. لا أكيد أنك أنت اللي قايلة. قالت لها هذه محادثات أمي في الواتساب. راح أقام دعوة على الأم، وبالفعل صدر عليها عقوبة تعزيرية بالسجن، إذا ما خيبتني الذاكرة كانت 20 يوم أو 25 يوم، طبعا لأنه ما نتج عنها الطلاق. ثم تنازل الزوج بعد ذلك، ولكن لاحظ أمها، ففي لحظة صفا قالت لي والله ترى أنا يعني أمي هي اللي قالت لي اطلبي كذا وسوي كذا وأفعلي كذا. يجب علينا أن احنا نتوخى الحيطة والحذر. احنا ما شاء الله تبارك الله تمر علينا حالات تدق علي والله أنا بطلب الطلاق وأبغى أسوي كذا كذا بالمحكمة. مين قال لك؟ والله زميلتي بالدوام. قلت لها تدري أنه زوجك لو عرف زميلتك بالدوام هذه ستسجن؟ والعكس بالعكس، يعني إذا كان الرجل يعني بس قول يمكن الرجل متحفظ على العلاقة الأسرية بشكل أكبر من المرأة، يحترمها يعني يشوف العواقب، مو يشوف العواقب يعني اجتماعيا وأخلاقيا. يعني نادر جدا أو شبه مستحيل تجد أن رجل يتحدث عن علاقته الزوجية مع زميله في العمل طبعا، ولكن المرأة لا، العكس ممكن تلقى الإدارة كاملة تعرف أنه هذه فلانة أمس متهاوشة مع زوجها. بالضبط. فمن هذا المنطلق يمكن نجد أنه الجانب النسائي في جانب التحريض أو التخبيب أكثر، وقد يقع التخبيب من باب النصيحة الفزعة والنصيحة، لكن في الأخير تواجه يعني عقوبة بالسجن في أمر مثل هذا. بعضهم آخر الليل تصير مشكلة بينها وبين زوجها فترسل لزميلتها أو لصديقتها تعالي نامي عندي، فترسل لها مو بيلا تعالي نامي عندي، أحيانا حتى ما توصل لتعالي نامي عندي، روح اجلسي نامي بغرفة ثانية وخليه ينام بغرفة. أنت قاعد تحرضينها على زوجها، جريمة تخبيب. أوه أشياء بسيطة مرة تافهة. سبحان الله. يجب علينا انه احنا العلاقة الزوجية علاقة لها حرمتها، ليس لأي شخص ان يتدخل او انه يعني يشارك في اتخاذ القرارات في هذه العلاقة الزوجية. عشان كذا حتى احنا لما تجيني مرأة تقول لي انا زوجي يتعاطى مخدرات واكتشفت انه عنده علاقات غير مشروعة ويضربني ويهيني واوا الى اخره، طيب وش تبين؟ تقول لي كل هذا وتسألني وش تبين؟ اقول هي اسألك وش تبين؟ تبغى تستمرين في العلاقة الزوجية ولكن يحاسب على هذا الفعل؟ في إمكاني. تبغى تقولي لا والله أنا أرغب مثلا بأخذ التعهد علي بعدم الاعتداء علي لكن لا يمكن أجيب طاري الطلاق. حسنت. حتى هي تطلب، ودائما أنا هذه طبيعتي في عملي يعني في قضايا الأحوال الشخصية، عندما تتواصل معي امرأة وتطلب أنها تقيم دعوة وكذا أتعذر أمامها بأي شيء بأني أنا مشغول، بتواصل معها مثلا لاحقا، أعطيها يوم إلى يومين بحيث أنها تكون هدت وأنا على يقين أنه قرارها سيختلف أو سيتغير. صحيح. لكن إذا تواصلت بعد يوم أو بعد يومين وكانت مصرة على طلبها فطبعا هو حق مشروع لها. والزوج كذلك عندما يكتشف يعني لا سمح الله وجود علاقة محرمة للزوجة، أكيد أنه ردة فعله الأولية لن تكون كردة فعله بعد مرور بعض من الوقت، ويعني يهدأ ويبدأ يستوعب الموضوع بالعقل. يعني هو خذاه مبدئيا بالعاطفة فيبدأ يستوعبه بالعقل، فستكون ردة فعله ذات حكمة أكبر. لكن مع الأسف بعض الأزواج وبعض الزوجات من حالات واقعية يعني خاصة في قضايا الخيانة الزوجية أو إقامة العلاقة المحرمة، يعني أنا دائما طبيعتي أتواصل مع الطرف الآخر. مع الأسف الطرف الآخر يدخل منصة إكس، يدخل تيك توك، يدخل أي منصة ويبدأ يقرأ هل لو تم اكتشاف وجود علاقة يحق كذا كذا كذا، فيأخذ هذه المعلومات على أنه أنت ما عندك شيء. هذا واحد. اثنين، إيه أكيد ما تتواصل مع المحامي إلا أنه موقفهم ضعيف. لا أنا خوفا عليك، لأنه الدعوة الجزائية أو الدعوة الجنائية إذا تقدمت لا يمكن التراجع بها، فأنا إبراء للذمة. إن كان هناك وسيلة للصلح سواء بإنهاء العلاقة أو حتى باستمرار العلاقة وديا، أفضل بكل تأكيد من أنها تتم من خلال يعني النزاعات والخلافات القضائية. فمع الأسف بعد ما يصدر الحكم بالعقوبة، يا أخي الله لا يسامحك، والله ليش الله لا يسامحني؟ أنا بالعكس، أنا تذكر يوم تواصلت معك أو تواصلت معاكي وقلت لك 1 2 3 4، قلتي يعني أكثر كلمة أسمعها أحلم في خيالك راح أركبه، أقول له شكرا أنا بركب أصغر خيولي قانونيا، أنت حملتها كان بها.
فمن هذا المنطلق دائما يعني ننصح بأنه لا يكون هناك توسع في الخلافات. يعني أنا واحدة من القضايا الخلافات الزوجية زوج اكتشف أنه وجود علاقة محرمة للزوجة، وتواصلنا مع أهل الزوجة، أخذ الموضوع بشكل ضخم جدا، ولا وحنا وبنفزع لبنتنا وبنسوي لبنتنا. والله العظيم كان خلاف زوجي على إقامة علاقة محرمة واحدة نتج عنه 13 قضية جنائية، ما بين اعتداء، ما بين اكتشاف وجود علاقة محرمة بشخص آخر، ما بين تشويه سمعة من خلال منصات التواصل الاجتماعي كانت تنزل يعني تغريدات وإلى آخر في منصة إكس. يعني تخيل من خلاف كم ممكن يحل خلال ساعة، أو جلسة ودية، أو جلسة ودية خلال ساعة، إلى 13 قضية جنائية. في الأخير من المتضرر؟ الأطفال. ليش؟ لأنه داخلين في المشاحنات هذه، فكل ما راحوا يزورون أبوهم أمامهم قاموا يذبون عليهم كلام، صح، أو يلمحون بكلام يسيء الخوالهم، يروحون يجلسون عند خوالهم يقال لهم نفس الكلام، فأصبح في الأخير الضحية لنزوة أو لفعل شيطاني من الأب أو حتى من الأم. هؤلاء الأطفال يبدأ يظهر عندنا في المجتمع فئة فيها تعاطي، فيها انحراف سلوكي، ينسون واقعهم بالضبط. فعلشان كذا يعني احنا دائما نقول البعض بسبب نزوة بسيطة جدا تترك هذه النزوة أثرا يمتد إلى عشرات السنوات. يعني إذا أب مدمن، خلينا حتى من إقامة العلاقات المحرمة، إذا قبض عليه في قضية فيها استخدام أو فيها تعاطي أو فيها ترويج أيا كان، هذا عار سيرتبط بأطفالك لين يمكن أحفاد أحفادهم بلا مبالغة. إيه هذول فلان اللي جدهم ترى زمان قبل 20 سنة مسكوفي حملة مكافحة المخدرات، هذه ترى أمهم قبل 30 سنة الأب اكتشف أنها على علاقة بشخص إلى كذا. بسبب إيش؟ بسبب نزوة، بسبب متعة لا تتجاوز مثلا نص ساعة أو ساعة باليوم، سواء كان تعاطي أو حتى إقامة علاقة بالمكالمات أو سبحان الله. وهذه سبحان الله الشرع الإسلامي يعني في سورة النور، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. فالباب يعني مصدر النار من مستصغر الشرري.